واحدة تقول طلعت مشوار مع زوجي نتمشى وفجأة لمحت مغسلة ملابس وتذكرت اني معطية السواق 4 بدل دوام لزوجي يوديها يغسلها. المهم قالت فرصة، الفاتورة معايا، هات ملابسك. طلعت الفاتورة وعطيتها زوجي، ينزل ويجيب الملابس من غير ما تشوف الفاتورة، لا هي ولا زوجها. شوي اللي هو يرجع ووجهه منتفخ ومعصب، قال ابغى اعرف ليه 700، انت شو مسوية؟ يلا هاتي 700. تقول بلمت، ايش 700؟ قالت ما معايا. ويعصب زيادة ويروح للصرافة ويسحب الفلوس وهو يسب حالته حالة، وتقول انا للحين من صدمة واحس بيستهبل علي، ايش غسل بدل ب700؟ المهم نزل المغسلة وجاب الملابس واشوف فعلا ملابسنا، ويفتح ويحط من الملابس هذه. انا انصدمت واعلم اني معطي السواق 4 بدل يوديها المغسلة ومعها 6 اكياس زبالة مليانة للجمعية، والسواق الغبي وداها كلها للمغسلة. المهم قال ما علي منك، والله تلبسينها كلها انت وعيالك ولا علي بالطلاق. تقول رجعت البيت مهمومة ومنغمة، رحت وكلمت شيخ وعلمته بكل شيء، قلت حلف علي ألبسها ولا بالطلاق. قال الشيخ افسخي وألبسي من الملابس حد عشان ما يقع الطلاق. تقول 6 ساعات أنا وعيالي نلبس ونفسخ، وهذا قصير وهذا ضيق، حتى في مناشف قعدنا نتلحف فيها لحد ما خلصنا الأكياس كلها. الله لا يرجع من سواك.